يو، السلام عليكم ورحمة الله. وسي او سي راي معكم مقطع جديد، واحد من اقوى المقاطع اللي سويتها. بقول لكم من الحين في حركات شوي صعبة او يريد لها مستوى عالي في البناء في فورتنايت او مستوى متوسط على حسب. مشو ثلاث حركات اليوم، اثنين منهم صعبات وواحدة متوسطة. الحركات هذه حركات قوية مرة عشان تاخذ الهاي جراوند او تلعب واحد ضد واحد في الكرياتيف، خصوصا اول حركة بنشوفها اليوم. ولو حابين نستمر المقاطع نصايح وتريدوا تشوفوا شيء محدد خبروني في التعليقات. ولو عجبتك الفقرة وحاب تدعمني تقدر تستخدم كود الايتم شوب واللي هو سيو، بيكون اقوى دعم مرة. ما بطول كثير واخليكم مع المقطع. ونبدأ بأول حركة معنا، وصراحة كنت ألعب عشوائي كذا في الكرياتيف، يعني كنت أخبص باختصار وسويتها بالصدفة، وبعدين طلعت طريقة مرة حلوة عشان تأخذ الهاي جراوند. ما أدري لو حتسواها من قبل أو شرحها، بس طلعت معي يعني، وهذه هي الحركة قدامكم. الحركة باختصار انك لما تبدأ واحد ضد واحد راح تسوي الالتفاف 92 وبعد السلم وتسكر على نفسك بهرم. هنا اللاعب اللي ضدك بيتوقع انك تسوي ادتف، ممكن يتسكر عليك، ممكن يسوي كثير اشياء مرة، بس اللي راح تسويه انك تروح ليسار الهرم وتبني سلم ثاني وهرم ثاني. كذا انت ارتفعت بشكل كبير وسويت شيء ما حد يتوقعه، وغير كذا تكون سكرت على اللي ضدك من دون ما يفهم اللي صار. بعد تسوي ادت الهرم ولو ضبطت كل شيء بيكون عندك الهاي بكل سهولة. الحركة مرة قوية، ومثل ما قلت لكم ما ادري لو حشرحها من قبل، بس اتأكدوا انكم تدربوا لها كثير، وفي المقاطع الجاية بشوفكم حركات اكثر لو تريدوا. الحركة الثانية حركة طلعت السيزون الماضي، او نقدر نقول استخدموها بشكل كبير في السيزون الماضي، وكان لازم اشرحها، لان انا عن نفسي عانيت في الحركة كثير وحسيتها اصعب حركة في المقطع، لان يرد لها توقيت وضبط مرة رهيب وتدريب كثير. الحركة هذه نستخدمها لما يكون اللاعب اللي ضدنا في الهاي جراوند وتجي تطلع له وتسكر عليه بنفس الوقت بدون ما تاخذ دمج. راح تبني دبل رامب، وكل سلمين راح تبني ثلاث جدران مع هرم، وتلف بسرعة وتكمل. بتلاقي كل المحترفين يسووها لانها مرة قوية، وبتخلي تكسير عليك صعب، وبتخلي اللي ضدك يتوتر، ولما تلاقي فرصة سوي التفاف 90 وخذ الهاي جراوند. الحركة الثالثة والأخيرة مرة بسيطة وأسهل حركة لو أنك تعرف تسوي التفافات 90 العادية. الحركة هذه هي التفافات 90 من اليسار، نفس الشيء بالضبط، بس راح تعكس الالتفافة. وإيش الفائدة منها لو أننا نضبط الالتفافة العادية؟ الفائدة منها أنه في كثير أوقات نكون على الجهة اليمين بدل اليسار من السلم، يمكن كنت تريد تطلق ووقفت الثواني وغيرت مكانك، أو المهم أنك على الجهة الثانية من السلم وفجأة اللاعب اللي ضدك بدأ يطلع. لو ضيعت وقتك وانت تروح ليسار السلم عشان تبدا تطلع فوق، ترى مره سالفه يعني، تتاخر لثانية او ثانيتين واللي ضدك بياخذ ايزي هاي جراوند. اما لو كنت تعرف تسوي التفافات من جهتين بيكون شيء مره قوي، وحتى وانت تبني عادي اللي ضدك يطلع لك من الجهه الثانيه، تحتاج انك تعكس التفافاتك بسرعه. ولو كان عندك امكانيه انك تسوي التفافات من الجهتين وبنفس السرعه تقريبا، ترى والله شيء قوي مره، وانصح اي حد يبدا يتدرب التفافات 90 من اليسار وباسرع وقت. وهذا مقطع اليوم، لا تنسوا زر اللايك، ولو حابين تشوفوا نصائح اكثر وحابين تدعموا القناه حطوا كود المتجر سيو. لو عجبك المحتوى بتنورنا باشتراكك اكيد. اشوفكم المقاطع الجايه ومع السلامه.